السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتكم قناة الطبخ الصحي العربي. أولا قبل ما نقدم لكم الوطبوط كنبغي نشكر الناس اللي سبقوا اشتركوا معنا، جزيل الشكر على الدعم والتشجيع الدائم والمتواصل. وكنرحب كذلك بالناس اللي التحقت بنا مؤخرا، فمرحبا بكم ونتمنى أننا نكون عند حسن الظن، وما تبخلوش علينا كذلك باقتراحاتكم والوصفات اللي كتحبوا اننا نقدموها في المستقبل. فنتسناو اقتراحاتكم ان شاء الله، وما تنساوش اللايك والاشتراك بالقناة اللي كيزورنا لاول مره وتفعيل الجرس ليصلكم دائما الجديد. فبالنسبه لوصفه اليوم فهو كيف كتشوفوا هو بطبوط القمح الكامل، قمح الصلب مع اضافه الزوان. فغنخليكم تكتشفوه وفرجه ممتعه. إذن على بركة الله غادي نبداو بطبوط الزوان أو القمح والزوان، نختلط بطبيعة الحال، ما يمكنش غادي نعملو زوان بمفرده، الزوان أو الزؤان. بالنسبة للناس اللي ما تيعرفوش شنو هو الزوان، فهو عبارة عن حبوب أغلبية تيوكلوها فقط للعصافير أو الطيور، أو كيقولوا أنه الماكلة ديال الطيور، كتقتصر على الطيور. وانما ممكن اننا نطيبوه، كنديروا به الخبز كيف شفتوا الناس اللي سبقوا واشتركوا معنا، راه عارفين بانني كنت حضرت به مشروب ديال الزوان ديال الطاقه، والخصائص ديالو راه ممكن تدخلوا القناه ديال دكتور الفيض وغادي تعرفوا جميع الخصائص ديالو الصحيه والمنافع، خاصه الناس اللي عندهم السكري والكوليسترول، فهو جد ممتاز وجد مهم، وخاصة وكذلك الناس اللي عندهم خلل هرموني فهو كذلك ممتاز لهم، لأنه كيف سبق وذكرت المزايا ديالو فهو غني بالفيتوستروجينات النباتية الصحية، وكذلك التذكير فهو غني بالبروتين وغني كذلك بمضادات الأكسدة التي تفوق مضادات الأكسدة ديال الفيتامين سي بعدة مرات. المهم دقيق الزوان اشنو كنعمل ليه؟ الزوان عادي تنجيبو تنقيه طبيعه الحال، وكنطحنو في الطحال الكهربائي ديال التوابل اللي كيكون في المنزل، وكنحصلو على هذا النوع هذا الدقيق. ما كنقومش بالنخل ديالو، ما كنزولوش القشور ديالو نهائيا، كما هو كننقيه وكنطحنو. بالنسبه للبطبوط فعندنا هنا كيف كتشوفوا عندنا مكيال ديال الزوان، دقيق الزوان مع ثلاثه المكاييل ديال دقيق القمح الكامل. هنا ما غنستعملوا اي نوع دقيق، لقيت انتقادات كثيره على ود انني كنت استعملت دقيق الفورس او الدقيق الابيض في اول نسخه من البطبوط اللي حضرته معكم. هذاك عملته على ود الناس باش تشجع انها تبدا تدخل الحبوب الكامله في نظامها الغذائي. فبالنسبه للناس اللي سبق وبداو بدلوا نظام حياتهم باكمله، ففقط انهم يعجنوا غير دقيق القمح الكامل او دقيق القمح الكامل مع الشعير، فكيبقى لكم حريه الاختيار. حنا ضروري خاصنا نشجعوا بعض باش نغيروا نمط العيش ديالنا. المهم هنا قلت لكم مكيال ديال الدقيق شوفان، ثلاث مكاييل بنفس العبار، ثلاثة قمح كامل مطحون بنخالته كيف كتشوفوا، وغدا نعمل معاه خميرة بلدية حتى هو مكيال. انا في غدا نوريكم شنو كنعمل. بالنسبة لي انا مع 11 عاودت ذكرتها 11 ديال الصباح، والان عندنا ثلاثة ديال العشية، فاربعة السوايع كانت الخميره واجده باش انني نعجن بها. راها طلع المستوى ديالها وبدا تينزل كيف كتشوفوا. صافي، اذا دقيق القمح الزوان والخميره البلديه، وعندنا الزرارة او البذور. فعندي هنا تشكيله من البذور، عندي زرع الكتان، عندي حب رشاد، عندي حبه حلاوه او الشومر، وعندي نافع اليانسون، وعندي حب السوداء السانوج، وعندي زنجلان او سمسم. خليط ممكن يكون نوع واحد، ممكن جوج الانواع، على حساب اشنو كتفضلوا نتوما
وعائلتكم، وعندنا بطبيعة الحال الملح. فانا غنجمع هذه المكونات كلها في العجان لان اسباب صحية ما كنقدرش نعجن بيدي، هو يفضل ومن الاحسن انكم تعجنوا بيديكم الا ما كانش عندكم اي مانع، عجنوا بيديكم، احسن نوع عجين هو اللي تيتعجن باليد وكيتدلك مزيان كيتخدم مزيان. ف وبطبيعه الحال بالنسبه للعجينه غادي نحتاجوا الماء للعجن، ماء دافئ. انا غنجمع هاد المكونات كلها في العجان وغادي نوريكم كيفاش كندكرها. انا جمعت المكونات كلها في العجان كيف كتشوفوا، دابا بقى لي غير نحطها تعجن، نضيف لها الماء دافي ونخليها تعجن مزيان لمده زمنيه لا تقل عن 7 إلى 10 دقائق، لا تقل على هاد المده، والسرعه كتكون قريبه لاقصى سرعه يعني بدرجه يعني خاصه تعجن مزيان حتى كتطلق مزيان مزيان. ضروري العجينه تعجن مزيان وتعطيوها وقتها، الا كانت باليد عجنوها مزيان قسمين وانتم كتعجنوا، ولا كان العجان كذلك نفس التوقيت. نخليها هنايا حتى نضيف لها الماء دافي ونخليها تعجن. بالنسبه اشنو وليت تنعمل الخميره باش ما تفسدليش، شنو كندير؟ شوفوا هنا شحال خليت ديال الخليط، ممكن ما تخليوش اقل من هذا. شنو كنعمل؟ كنضيف القليل من الدقيق، شوفوا شحال، لانني ما غاديش نعجن غدا، ولا كنعمل بحال هكا ولو ما كنكونش غادي نعجن وبغيت نعجن فكندكرها بربعة السوايع قبل كتولي الخميره واجده. هكذا ما كنبقاوش نضيعوا الخميره، كنبقاوش نضيعوا الدقيق. هكذا احسن طريقه بالنسبه لي انا، وتبارك الله راه كاين الاخوات مثلا ام نور راه بدعات في الخميره البلديه. صافي هذه هي كيفاش كندكرها باش ما نضيعش. وكنبدلها بطبيعه الحال كنبدل ليها الاناء او الجبانيه اللي كنت دايراها فيها، لانني لا خليتها في هاد الجبانيه في هاد الشيء كله غادي يولي كحل وغادي تعطي ريحه خايبه اللهم، او رائحه كريهه اللي كيف كتعرفوا لانها الخميره راها ماده حيه، فمع المده الا بقاو هاد الجوانب بحال هكذا فكتولي كتعطي ريحه ما مزياناش. بغيت كذلك نذكركم بان اجود انواع الخميره البلديه هي اللي كتكون محضره باللبن البلدي، ضروري من اللبن البلدي لانه هو اللي كيعطي كيسهل امتصاص ديال الحديد، كيسهل امتصاص ديال الكالسيوم، كيسهل عمليه الهضم. كيف كتعرفوا الخمائر اللبنيه راه جد مهمه، وخلاص الا كان اللبن بلدي ديال الابقار اللي كتعاني من العشب فهذا غادي يكون الجوده ديالو جد ممتازه. اللبن راه كنحتاجوه غير في المره الاولى باش كنحضروها لاول مره، راه حنا كان الخميره راه كتحتفظ بهذيك الخمائر ديال اللبن ديال اول مره، هي اللي كتبقى تكاثر مع الخمائر الاخرى ديال القمح. ف كنظن انني وصلت لكم المعلومه. شو هذه دابا هاد الكميه اللي عملت ديال الخميره بحال دابا اليوم، غدا الى عولت انني نعجن ففي الليل ملي غادي نبغي نعس غادي نعمر عليها الدقيق والماء، الصباح غتكون واجده باش نعجن بها في الصباح. الى ما كنتش غادي نعجن في الصباح فكنكتفي انني حتى الغد عليه او في الليل ملي نبغي نعس كنزيد شويه دقيق وكنذكروا بها عاوتاني باش ما تموتليش الخميره وكتبقى نشيطه جدا جدا. الا كنت عواله غدا نعجن في اليوم الموالي مساء او بعد الغد فضروري كنعاود نزيد ثاني كنغديها بالقليل جدا من الدقيق، هكذا ما كتحماتش ما كتفسدش وما كنضيعوش كذلك الدقيق. كنتمنى انني نكون وصلت المعلومه كما يجب. غادي نمشي نعجن البطبوط ونرجع باش نوريكم القوام ديالي. انا غنوريكم مقطع بدون صوت لان كيف كتعرفوا العجانه فيها الضجيج، فغتشوفوا القوام ديالو. بالنسبه للناس اللي تيعجنوا في العجان هي خدامه كتعجن غتشوفوا كيفاش كيولي مطاطي القوام ديالو مطاطي مع فعل الجلوتين اللي كاين في القمح. فغادي نخليكم في هذا المقطع تشوفوا كيفاش ولات العجينه بدون صوت.
اذا انا رجعت من بعد ما دازت 10 دقائق بالضبط، وهي كتعجن ما بين سرعه قصوى الى متوسطه، نتوما كتحكموا فيها. ها هي العجينه كيف كتشوفوا القوام ديالها كيف كيكون. انا كنفضل انها تكون طريه لانها كتعطي بطبوط رطب، وحتى الخبز حتى هو كيعطي الخبز رطب وهش وزوين. غنوري لكم في الاخر ان شاء الله، ضروري غادي تشوفوه ملي يطيب كيف كتشوفوا، حتى اللون ديالو كيكون مايل الخبز اللي كيكون فيه الشعير. دابا شنو غادا نعمل؟ غادا نوضعو في الاناء الزجاجي باش نخليه يرتاح تقريبا 30 دقيقة. اللي ما عندوش الوقت، او بالنسبة للناس النساء اللي خدامات او عندهم ارتباطات، فممكن يقرصوه في الحين ويخلوه يخمر على خاطرو. انا بالنسبة للانية فكان كندهن بشويه الماء باش ما تلصقش، لان الا خليتو الا حطيتو العجين مباشره فهي كتلصق هكذا، ما كتلصقش بلا ما ديروا الزيت. صافي غنزلها ونخليها ترتاح 30 40 دقيقه. اللي عندها الوقت تخليها 30 40 دقيقه ترتاح، اللي ما عندهاش الوقت ممكن انها تقرصها مباشره وتخليها تخمر على خاطرها. دابا راه الجو بدا تيبرد، وممكن نحتاج الخميره في الصيف. تبارك الله ما كانش كتجاوز ساعتين بفعل الحراره، اما دابا الخريف فكتبدا كل ما هبط درجه الحراره كل ما كطول مده التخمر ديال العجينه. صافي دابا غنخليها ترتاح ونرجعوا باش نقرصوها. دابا وصلنا لمرحله اننا نقرصو، دازت تقريبا نصف ساعه حتى 40 دقيقه. المهم انها خاص العجينه خاصها ترتاح. غادي راها بدات كتخمر، احجام ديال البطبوط اللي كتحبوا وحتى السمك كتحكموا فيه على حساب الرغبه ديالكم نتوما وافراد الاسره. كاين اللي كيبغيه منفوخ شويه وكاين اللي كيبغيه يكون رقيق، وكل ما كان رقيق كي سهل انه يتحل او يتنفخ ويتحل من الداخل يكون مفتوح هو. هذا علاش كل ما خليت رققتوه كيعطيكم هذيك الامكانيه انه يتحل في الطياب، والا خليتوه شويه منفوخ في السمك ديال الخبز فغادي يكون طبيعة الحال غليظ او سميك. انا تنفضلو بحال هكذا لانني ما كنحضرش خبز، كنعمل غير البطبوط، وحنا عارفين ان الطواجن كيبغوا الخبز يكون شويه منفوخ. صافي غنكمل على هذه الطريقه حتى نكمل الكميه كلها ونخليه يخمر تا يخمر تماما. يقدر ياخذ 3 سوايع، يقدر ياخذ 4 سوايع كيف سبق وقلت بان دابا راه الخريف راه بدا الجو بدا تيبرد، فممكن ياخذ ما بين 3 حتى 4 سوايع. خليه على خاطرو يخمر في مكان دافئ، نغطيو عليه مزيان صافي ونخليه يخمر ونرجعو ان شاء الله الرحمن الرحيم باش نطيبوه. اذا انا رجعت من بعد ما داز تقريبا 4 سوايع على باش خليته يخمر، تيبان لكم انه بدا تيتشقق يعني راه هو خمر. شفتو بلاتي نرجع للور شويه باش يبان لكم مزيان. شفتوها متشققات، هو خمر مزيان مع انه راه بطبوط. شوف كتشوفو هما تشققات. صافي انا دابا غنسخن المقله، عندي مقله ديال الكرانيت غنطيبو فيها. اللي عنده مقله ثقيله مولف يطيب بها، ما غاديش نكلفو على الناس. اللي عنده فاش كيطيب ومولف فاش كيطيب يطيب فيه ريتما يشري تجهيزات صحيه يبقى يطيب بها.
فدابا انا عندي حتى الفراح، فانا غنكتفي فقط بالمقله ديال الكراني. اذا وصلنا لمرحله الخبز اللي ضروري ومؤكد المقله خاصها تسخن مزيان. دابا الحراره ديالها سخنات، يعني غدا نبدا نخبز. بسم الله، صافي انا كنطيبو بدون زيت كيف كتشوفوا، تنخليه حتى الاطراف ديالو السفليه كلها تتبان لكم بان اللون ديالها تغير، وتيعمل بعض الفقاق يعمل الفوق، ديك الساعه كنعرف بانه ما تشدوش وتقلبوه مباشره لانه من الداخل كيبقى مكتوم، فمن الاحسن خليه حتى يتنفخ على خاطرو. وانا غنوريكم كيفاش، غير اذا هذا دابا رجعت لكم باش نوريكم اللي قلت لكم بعد قليل او قبل قليل. ها هي كتشوفوا لتحت، ها هو بدا الطبقه كتشوفوا انها بدات كتحرك بسهوله وتنفخ، شفتوا؟ غنتسناو عليه شويه عاد يمكن لينا نقلبوه باش يكمل الخبز ديالو من الجهه الاخرى. شفتوا التشقق ديال التخمر كيف داير؟ شفتوا رائحه الخميره البلديه اللي كتكون موجوده بالبلدي، فكتكون فيها دائما كتعطي فيها ريحه ريحه البن، سبحان الله دائما كتعطي فيها رائحه البن، ما كتكونش مزعجه. وحاجه اخرى ثاني بغيت نقولها بانه الخميره مجرد ما كتفوت 24 ساعه ما ذكرتوهاش وما بدلتوش ليها هذاك الكميه ديال العجين كلها، فمباشره من ورا 24 ساعه كتعطي فيها رائحه الحموضه، وممكن كذلك تعطي فيها رائحة مزعجة. فلذلك دائما ما تذكروش بكميات كبيرة إلا كنتو ما غاديش تعجنوا، أو تبقاو تذكروها بكمية قليلة. نقلبها هيا صافي، كنكمل بنفس الطريقة، غنكمل كمية الخبز كلها بنفس الطريقة. المقله دابا راه سخنات يعني غادي تطيب ليا بسرعه. بغيت غير نكمل لكم نقطه على الخميره البلديه، الا ما كنتوش غتعجنوا بها في اليوم الموالي دائما خليو كميه قليله بزاف، حتى لا كنتو غتبدلوا الخميره كامله ما كيكونش هناك هدر في الدقيق وفي الخميره، كتكون كميه قليله. حتى لو بغيتوا تبدلوا كتحيدوا هذيك الخميره اللي دازت على 24 ساعه وكتخليو غير الاثر ديالها او كميه قليله بزاف من الخميره، وكتعاودوا تضيفوا لها الدقيق والماء على اساس انكم غادي تعجنوا في اليوم الموالي كميه اللي غادي تكفيكم في العجن. صافي هذا هي المعلومات اللي كنت باغا نقول لكم. دابا غادي نخلي الخبز او البطبوط يكمل في الخبز ونتلاقاو في شكله النهائي. اذا انا رجعت لكم من بعد ما كملت الخبز ديال البطبوط باكمله، كيف كتشوفوا اللون ديالو كيشهي وطعم ديالو جد رائع. فقط انكم تشجعوا دخلوا هاد الحبوب مع الخبز، الفائده ديالها راه جد عاليه. شوفوا القوام ديالو من الداخل كيف عامل، هذا بفضل الخميره البلديه خامر وما فيش الحموضه، الطعم ديالو ولا اروع ولا اصح. وهاو كيف كتشوفوا غير بالقمح الكامل، قمح الصلب ماشي القمح الطري، وعملت معاه الزوان، فخبز رائع رائع جدا. ننصحكم انكم تجربوه وتبداو تدخلوا الزوان في مخبوزاتكم. ان شاء الله الا بغى الله غادي مره او بين الحين والاخر غنبقاو نقدموا وصفات داخل فيها الحبوب، وهذا هو المبدا ديال القناه اننا نرجعوا نستهلكوا الحبوب اللي كانوا اجدادنا كيستهلكوها. فكنتمنى انكم تجربوه
وطبيعة الحال غادي يعجبكم اللي هواة ومحبي الأكل الصحي متتبعي نظام الأكل الصحي 100% غادي يعجبكم لا محالة. قوام وطعم وشكل كله ما شاء الله رائع. فنتلاقاو إن شاء الله الرحمن الرحيم في وصفة جديدة دائما صحية. وإلى ذلكم الحين دمتم في أمان الله وحفظه ودمتم سالمين.